شيخ أحسن الله إليك، يعني رجل لديه يعني أو مجموعة من الأولاد، وطبعا يتفاوتون في الأعمار، فحاجاتهم تختلف، حاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير. نعم. فهل هو مطالب بأن يعدل بالنفقة كذلك بين الأولاد، أو أنه يعطيهم بقدر حاجتهم؟ لا، العدل بينهم أي بين أولاده أن يعطي كل واحد ما يحتاج. قد يكون بعضهم يحتاج إلى كتب مثلا والآخر ما يحتاج. البنت الآن تحتاج إلى حلي، الخرص مثلا بالأذنين كم يساوي؟ 100 ريال. والولد يحتاج إلى طاقية، كم قيمتها؟ 5 ريالات. هذه نشيل خرص ب100 ريال، وهذا نشيل الطبيب 5 ريال. يعني يكون الكبير محتاج مثلا سيارة فيشتري له سيارة. لا، الكبير احتاج الى سيارة، ما اشتري له سيارة، اشتري سيارة لي وباسمي وامنحه اياه ينتفع بها، لانه محتاج للانتفاع فقط، ما هو لعين السيارة. فالسيارة تكون باسمي والانتفاع له، لاني لو اعطيت ملكته اياها معناه اني اعطيته ما لا يحتاج، عرفت؟ ولهذا ينبغي للناس أن لا يعطوا اللي يحتاج السيارة السيارة، بل يقال أنا أشتري السيارة وأعطيك إياها، انتبع بها، رحب للمدرسة، رحب للغرضك. نعم، وهي باسمي، إذا مت تكون لي أنا، ما تكون لك أنت. نعم.